أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من الدار البيضاء. معي خدوج، الأم خدوج، 65 سنة، أم كنزة، كنزة الخادمة اللي تعذبات العذاب الأليم مع المشغلة ديالها. شفنا اللقاء في الفيديو السابق اللي حطينا، اللقاء ديال خديجة مع الأم ديالها من بعد الفراق ديال 9 شهور ما شافتش بنتها، 9 شهور وهي كتحاول تشوف بنتها، والو. لالا خديجة، على سلامتك كنزة، بغيتك تحكي لي من الأول كيفاش كنزة تخدمات مع هاد الناس. فاش كنزة كانت باركة معايا في الدار، وانا بغيت ملي بحال كويا بقيت قالت لي انا اش غادي نبقى جالسه، بغيت نمشي نخدم. قلت لي عبقى الا اش غادي تخدمي، بنادم ما عدوش ما خاصوش، بارك اش بغيتي؟ قالت لي لا بغا نمشي نخدم. قلت لها سيري الا بغيتي تخدمي سيري، ما كاين حتى مشكل. واحد السيد راجل بنتي كاين في مراكش، قالت لي راه باغا نخدم. واحد النهار عاد دار لي التليفون، قال لي كنزة باقا باغا تخدم. قلت لي راه ما كرهت، راه باغا تمشي. قال لي يلاه جيبيها لقا وصليها لقا للسطات، راني غادي نلحق. راه واحد المراه قضية التحقيق وراجلها كونونير، راه بغاو بنت تخدم عندهم. قلت لي كتعرفهم؟ قال لقا ودي راه دوك العساسة اللي عندهم وكل شيء. قال لقا واحد السيد مول الحانوت راه كيعاود لقا عليهم. قال لقا الله يعمر هذا، راه كنعرفهم. ما قال لقا انا شفتهم بالوجه، ما كنعرفهمش. قلت لي صافي نديها لك، مالاش بالك دير تمشي تخدم. ملي ديتها بقات عندهم مدة واحد الشهر، ملي كنصوني وعليها بغينا نشوفوها قالت لا. اشنو بغيتوها؟ اش بغيتوها؟ قالت اش بغيتو البنت؟ كنتو مكرفسين عليها وكنتو ما بغاتش تمشي عندكم، ما تلاش بغات تشوفكم. قالت رانا درتها بحال بنتي، انا درتها من العائله، انا ما دايراش خدامه عندي، رانا مهليه فيها، كنخرجها معايا، كندير الحمام تركي، كندخل اللي تعقمها. قالت 100 درهم قالت باش كتعوم كل شيء. قالت اش بغات؟ قالت رانا مهليه فيها، كاسياها، شريت ليها قالت شنطه ديال الحوايج 40000 ريال شريت ليها هادي، رانا مهليه فيها. قلت لها بغيت نشوفها. قلت لها تلا كانت مقاده معك وبغات تبرك، الله يسهل عليها، انا بغيت نشوفها. قالت لي لا صافي ما تلاتش بغاتكم. وعقبت بقات شويه قرب يجي رمضان، قالت لي ملي غادي يبغى يدخل رمضان راه غادي نجيبها عندكم ولا نصيفطها، غادي نصيفط معها شي بركه باش دوزي رمضان، راه ماشي الفلوس ديالها باش خدامه. قالت لي هادو من عندي بغيت نعطيهم لك. قالت لي بغيت نعطيهم لك في هذا رمضان. كطمع فيك؟ ايه. قال لك الكذاب غلط، طمع ولا كي يقول لي. قالت لي صافي. قلت لي صافي الله يعطيك الخير. قالت لي راه ماشي فلوسها، فلوسها رانا غادي نخزنهم ليها. قالت لي هادو بغيت نعطيهم لك دوزي بهم رمضان. قلت لي واخا، بقينا اليوم تجي اليوم تجي، عاد خرج رمضان صافي حيد التليفون كاع، ملي دخل رمضان حيد التليفون. عاد قرب يخرج كاع، عاد عقبت صونات علينا قالت لك غادي تجي في العيد، في هاد العواش ان شاء الله غادي تجي، غادي العيد الكبير. ايه لا في العيد ديال الصغير، ني الصغير تا هو قالت لي وعاد في هاد العيد. قالت لي راه غادي تجي، تسنيت والو حتى حاجه ما كاينه. ملي كان صوني وعلى ثاني كتحيد التليفون بحال ما عاد كتكذب علينا ولا ما عاد، وحنا بحال صافي. بقيت ثاني من تما حتى العيد الكبير. لا ملي خرج رمضان، ملي خرج رمضان مشيت لمراكش، مشيت عند نسيبي قال لي جي نشوف هاد المراه، شتا ما تلات بانت لينا ما تلات والو، ما بغاش تعطينا البنت. قلنا لها جيبي عندنا يوم الاحد ولا يوم السبت، واخا عاد فوقوش عندنا واحد النهار ولا تبات عندنا وتمشي. كتقول لك واخا واخا، قال كنتسنى وما تجيش. قال لك جي جي هاد الدار كنعرفها، جي. ركبت وجيت لمراكش. ملي مشيت لمراكش بقيت يومين كنبرك، راه شافوني العساسه، شافوني كلهم، شافوني موالين الحوانت، كنبرك تما قدام الدار نبقى باركه حتى الليل ونمشي بحال هكا. ما كاين حد في الدار. النهار عاد جا الراجل، عاد جا الراجل ديالها، عاد توقف طوموبيلته قال لك اش كديري هنا؟ قلت لي انا هي الام ديال كنزه. قال لك مرحبا بك زيدي دخلي. حل بحال كويا البيبان ديال الفيلا. قال لك دخلي. قلت لي ما ندخلش. قلت لي كاينين موالين الدار؟ قال لي ما كاين حتى حد. قلت لي ما ندخلش. قال لك دخلي بحال الوالده راك دخلي، انا بحال ولدك. قلت لي لا وليدي ما غاديش ندخل، ما كاين حتى حد، ولاش غادي ندخل؟ انا جاي باش نشوف الدار، انا جاي باش نشوف بنتي، ما جاكيش للدار ندخل ليها بلا ما فيها حتى حد، لاش غادي ندخل؟ قال لك الله راهم قايبين لمحمد كاع، راهم دابا يجيو الساعه اللي يدخلوا راه غادي نجيبوها حتى لعند خاتها ولا نجيبوها عندك. صافي هذاك الشيء اللي انا عندي بصح هذاك الشيء. جيت بقيت شحال من يوم عند بنتي تمايا في مراكش، جيت في حالتي حتى العيد الكبير. ملي بقات يومين ونعقدوا تاني هز التليفون، عقطت على ولدي كان في طيطوان كاع، ما كانت تمايا في الدار معانا. قالت لي رانا صونيت على ولدك، راه قال لي راني في طيطوان. قلت لي راه بصح ما كاينش هنا. قالت لي راني بغيت نصيفط لك شي بركه، وكنزة غادي تجي نهار الحد، بغيت كاع باش نصبق لك شي حاجه، وين ماشي فلوس عاد وهادي غنعطيك. رسلت لي 30000 ريال، هبطت شديتها عندنا لاكار تما سيدي حجاج، هبت ماشي شديتها صافي. قالت لي راه غادي تجي نهار الحد.
تسنيت لحد والو، الناس كتعقد وانا كندوب وكنتقطع. وكيفاش المرا قالت لي واش صيفطها وما لحقتش؟ واش كون عجاوبتني في التليفون راه قالت لي ما بقاتش جات ما كتجاوبكش ما كتجاوبنيش صافي كتطلع التليفون. نقول لها واش ما صيفطتها وما لحقتش؟ ياك ما صيفطتها وما ما عرف ما اتصلت بها الشفاره العيد هذا وداك شي حاجه طرات ليها. عدي جنازه ماشي عدي العيد. اتبنت عند الناس في التليفون. انا ما فهمتش تشتيها في التليفونات ما عنديش حتى التليفون حتى شفتها عند الناس. حتى قالوا لي ويلي هذه بنتك، قلت لهم لا. عقبت انا قلت لهم ويلي راه هي هذه صافي صافي. هذاك مول الطاكسي الله يرحم ليه الوالدين قال لي عاد دار فيها خير، قال لي عاد وصلها تما. جيتي تجري عندها اليوم تتلاقيتي معاها تنجري عاد شفتها عاد شفتها في الكلينيك بخير. كي لقيتي بنتك؟ لقيتها بخير وعلى خير الله يخلف عليهم الله يجعل ربي يعاونهم. والحاله ديالها كي دايره؟ واش وقع وجه ما بقيتش عرفت الوجه وهذاك الوجه خاسر كل شيء اللي خاسر، ولكن بعد الحمد لله مرتاحه وفي الامان المغاربه باقي الخير والله الا باقيني خير. المسلم استقبلك البروفيسور اللي استقبلني الله يرحم الوالدين تكلف بها اي تكلف بها وقال لقيتها تتباتي معاها الله يجعل ربي يعاونهم حتى حاجه كاع المغاربه كاملين كاع اللي دار معنا الله يسلمك. شكرا امي خدوج والله يسمعك خير. اعزائي المشاهدين كيف سمعنا مع عند امي خدوج فكنزه كانت محتجزه، هنا دخلنا الاحتجاز. كنزه كانت محتجزه تيقولوا لدارهم ها هي جايه اليوم ها هي جايه غدا، كيبغيو يهضروا معاها في التليفون ما تتعطيهاش التليفون حتى لعطاتها. كيف كانت قالت لنا كنزه كتهددها وكتقول لها ها اللي تقولي وتقولي. هاد الناس فين غنصنفوهم؟ هاد السيد الحمد لله اليوم تسلموها ايادي امينه. بروفيسور اللي الله يجازيه بخير والله يجعل ليه في ميزان الحسنات ديالو تاثر لا هو لا الزوجه ديالو وقرر انه يتكلف بها وجابها الكلينيك كبير مدينه الدار البيضاء. وشفنا بعينينا كيفاش دخلات وكيفاش هزوها على كفوف الراحه، حتى من تدواش دوشوا ليها، حتى من كوافير عيطوا ليها باش غتصوب ليها شعرها. الدريات في المستشفى كلشي كيبكي، لي زانفيرمي كلشي كيبكي. القصه ديالها اللي كتالم واللي المات المغاربه كاملين، لاننا داكشي اللي عودات كنزها هذاكشي ديال عصر العبوديه ماشي ديال عصر الحداثه، عصر المغرب ديال 2024. الناس اللي بداو كيستعبدوا البشر في 2024، الضرب والتهراس مهرسه من يديها. هذه المعطيات الاوليه اللي توصلنا لها، مهرسه من نيفها وزيد وزيد، وباقي غنتوصلوا ملي غيدخل طاقم طبي اخر في العشيه وغادي يجري بعض الفحوصات غادي نتوصلوا بالنتيجه النهائيه اشنو عند كنزه بالضبط. ما غاديش نطول عليكم وما غاديش نحرق لكم المفاجأة اللي غنحط لكم في العشيه.